شهد الجود. مرحبا، كيفكم اليوم؟ بدنا نحكي لكم اشي كتير حلو. طلعت سني، هلا بدي افرجيكم سني. كتير صغير. يلا هلا شو بدنا نعمل بالسن؟ بدنا نحطه تحت المخدة. اول اشي بحطه في البوكس الصغير. باي باي. هلا بنحطه في الكبير. بعدين بنسكر عليه وبحطه تحت المخدة. طيب ليش بدك تحطيه تحت المخدة؟ عشان تجيني الجنية الكويسة، عشان تحطي لي مفاجأة بدل سني. وأنا كتير متحمسة. يلا حطي. هلا بدي أنام عشان بكرة أصحى وألاقي المفاجأة. حطي. طيب ليه متحمسة؟ هي شهد اللي انخلع سنها. مبسوطة؟ طيب يلا نام. فرجينا وين حطيتي. يلا تصبحوا على خير. ماما شايفة تصحيني. اوكي شهد، هلا تصحيني بكرة. تصحيني انتي على فكرة اللي تصحيني. اوكي بكرة تصحيني، بس ما تضلي نايمة. ما تضلي نايمة. انتي شهد اصحى على دانك. لا شو بدانك؟ ما هو حس نايمة تكون. تصبح على خير، بكرة بشوفكم. Good night. يلا ناموا عشان بكرة نشوف إيش بده يطلع على شهد. أمي صحي شهد. صباح الخير. صباح النور. شو طلع لك؟ طلع لك تفاحة؟ ما عجبتك؟ تفاحة عشان تديري بالك على اسنانك. شو جوجو كيف الهدية؟
حلوة؟ شهود شو ماما؟ ما عجبتك؟ التفاحة هاي عشان دير ملك أسنانك ماشي؟ شهد وين رحتي؟ يلا قومي قومي بدي اقول لك شغله. شو عملنا فيها؟ عملنا فيكي مقلب. لا كيف المقلب؟ طب يلا قومي معي. تعالي يا جود، تعالي يا جود، يلا امشي روح للصلاة. فرجينا اياها. هاي الشنطة بتتلون، هاي ألوانها، بتلونيها زي ما انتي بدك. كيف حلوة؟ عجبتك؟ والمقلب ما عجبك؟ المقلب؟ شكرا يا ماما. عجبتك؟ هاي اللي جواتها لجود. كمان تتلون. هيا فاضي. ماما. تجينا شو طلع لك يا جود؟ طلع لها بازل بتركبه وبتلونه. حلو؟ يلا جود بدها تجرب تلبسها. واو كثير حلوة. شكرا يا ماما. لمين بدك تقولي شكرا؟ للجنية. شوفي كيف ملونينها حلوين. هلا يلا بس نفطر عشان تلونوها تمام؟ بس ماما هاي بنقدر نمسح عنها؟ لا بس تلونيها بضل الالوان عليها. هاي 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 بس كيف المقلب يا شهد؟ ما عجبك؟ ما لها التفاحة زاكية. هاي جود مبسوطة. أنا
أنا بحب المفاجآت بس. بطل المفاجآت؟ بس. جوي تحبي التفاح؟ اللي ما بدك بعد ميلادك يجيبوا لك مفاجأة؟ الجرة. طيب شو هي المفاجأة؟ تفاحة؟